ديري لاباس عليكم، نلقاكم كلكم بخير على خير. اليوم جيت نتشارك معكم الغدا ديالي انا وماري الدار. عندي هنايا كيلو لورو ديال الحما البكري، وغادي ندير جوج طويجنات، وحده صغيره وحده كبيره على حساب العطله، ما كتجمعوش الناس الغدا. بسم الله على بركه الله غادي نبدا. غادي ندير شويه ديال الفلفل وغادي ندير شويه العطريه ديال اللحم، شويه الزعفران، ما نديش الزعفران الاخر، هذا شويه التحميره. غادي نديرها في الطاجين الطيبه، غادي ندير شويه الملح البنات، غادي ندير الربيع، معدن السوق والكبوره البنات. قلت لكم جوج طويجنات، هذه صغيره شويه وهذه كبيره شويه. المهم غادي ندير الثوم البنات، الثومه غادي نمحها غير هكذا بطريقه هكذا، نخليها تشحر شويه ونرجع لكم. هو البنات رجعت لكم فاش تشحر، لا عندي البصلة لي ياك وصل الطنس. تمام باش ديال هاد الطرفات هكذا، هنا البنات راه درت فيها 4 طروفه، وهنا غادي ندغيها في 3 طاجين صغيور هذا. Thank you.
انا غادي ندير لها البطاطا. البطاطا البنات بشكل كبير. غادي نزيد عليها داك البنات شويه د اللفت كتجي ريحتها زوينه في الطاجين. هي نديرها شويه البنات غادي نزيد شوية د السكر وغادي نزيد شوية د الملحة وغادي نزيد شوية د السكر بنزيد البنات البنات راه كامل. انا دابا البنات زدت الحامض الحامض المصير ديال الدار. انا كتعجبني ريحته واخا كاين اللي ما كيبغيش بزاف الحامض، انا كيعجبني بزاف الحامض في الماكله. انا غنكمل ديك التوجنه الاخرى هي عندي توجنه صغيره هيا غادي ندير لها الفلفلة منحبروش عليها واخا حتى هي صغيرة. هيا البنات غادي نزيد فيها شوية السمن تاعي وغنزيد فيها شوية الملحة وغنزيد فيها شوية السكر تاعي هيا البنات دابا الشكل ديالهم فين كيف الجو. هنا البنات دابا راه ساليت ها هو كيفاش جا البنات. وسمحوا لي الا درت شي حاجه ما عجبتكمش وغنزيدكم. راه عندي البوطه راه ما مسحتهاش، قلت انا حتى نتغدى ان شاء الله وغادي نحيد البوطه نمسحها مزيان. هاد الصباح راه ما مسحتهاش من العشاء، دابا راه عندي الشقه بزاف في الدار وانا بوحدي في الدار.